إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين ورب البرية أجمعين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والنجوى، فإن تقواه خير زاد وأفضل مكتسب. ثم عباد الله، تحدثنا في الجمعة الماضية عن أهمية ومنزلة ومكانة القرآن الكريم وتأثيره في نفوس البشر وتأثيره في نفوس الثقلين. كذلك أيضا تحدثنا في تلك الخطبة الماضية تحدثنا أيضا عن فوائد القرآن الكريم الدنيوية والأخروية. واليوم إن شاء الله عز وجل حديثنا سيكون عن نقاط ثلاث، وهي تعلم القرآن الكريم وفائدته، كذلك أيضا تلاوة القرآن الكريم، وأخيرا البكاء والتدبر خلال قراءة القرآن الكريم. نعم عباد الله، ما يتعلق بفضل تعلم القرآن الكريم يكفينا في ذلك ما فات من أهميته وتأثيره في النفوس، لكننا نزيد حديثا واحدا فيما مضى، وهو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه وكذلك أيضا ابن حبان من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين زهراوين يأخذهما في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يا رسول الله يحب ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع من الإبل. نعم عباد الله، إذن كون الإنسان يغدو إلى بيت من بيوت الله أو إلى حلقة من حلقات القرآن الكريم فيحفظ آية من كتاب الله خير له من أن يجد جملا كبيرا أو ناقة كبيرة سمينة، خير له. وكذلك أيضا الثلاث آيتان كذلك والثلاث كذلك. وفي منطقنا الآن الحالي، لأن يغدو الإنسان في الصباح إلى السوق فيكسب من المال المليون أو المليونين، أن يكسب هذا مقارنة بأن يحفظ آية من كتاب الله، الآية أفضل وأخير وأجود لا شك ولا ريب.
نعم عباد الله، إذا كان الأمر هكذا، الإنسان عليه أن يحفظ القرآن الكريم، يحفظ السورة، يحفظ السور، يحفظ الجزء، يحفظ الأجزاء، يحفظ نصف القرآن، يحفظ القرآن الكريم. لكن لتعلموا عباد الله أن حفظ القرآن الكريم قد يكون ميسرا لدى طائفة كبيرة من المسلمين، لكن المشكلة والطامة أن من حفظ كيف يحافظ على تلاوته، كيف يحافظ على حفظه المتقن، كيف يحافظ على العمل به، كيف يحافظ على التحاكم إليه. هذا هو المشكلة، هذا هو مربط الفرس. ثم عباد الله النقطة الثانية، وهي نقطة تلاوة القرآن الكريم وكذلك أيضا أهمية حفظه. قال ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه، في محكم تنزيله: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ربنا تبارك وتعالى أثنى على عباده الذين يتلون كتابه وكذلك أيضا يقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم ربهم تبارك وتعالى سرا وجهرا، سرا وعلانية. هؤلاء لهم رجاء عظيم، لهم أمل كبير في أن ربنا تبارك وتعالى يعطيهم تجارة لن تبور، يوفيهم ربهم أجورهم وكذلك أيضا يزيدهم من فضله تبارك وتعالى. نعم، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أخرجه مسلم. كذلك أيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي مرفوعا: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان أن أصحابهما. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي وصححه الشيخ الألباني عليهم رحمة الله جميعا: اقرأوا القرآن فإنه من قرأ حرفا فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. عباد الله، أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان كما أخرجه الإمام البيهقي في شعب الإيمان كان يجلس من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر يفتح المصحف يقرأ فيه. لذلك يأتيه بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه أن يرفق بنفسه، فيقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. نعم، ثبت وروي عنه أنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يختم القرآن في ليلة وهو في الصلاة. نعم، هذا الرجل الذي يعمل هذا العمل العظيم ويعطي هذا الوقت الكبير وينفق هذا الزمن الطويل هو أمير للمؤمنين. أشغاله، تتصورون من كان أميرا للمؤمنين؟ الفتوحات الإسلامية في ذاك الزمن وصلت إلى مكان كبير واتسعت رقعة الإسلام، كل ذلك بإمرة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الشغل الكبير لم يشغله أن يقرأ كتاب الله عز وجل وأن يعتني به حق العناية. ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقرأ قول الله تبارك وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ثم بعد ذلك يبكي بكاء شديدا، فيقول ذلك عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يروى كذلك أيضا عن ابن عمر كما في حلية الأولياء
عن ابن عمر يروى كذلك أنه قال قال مثل هذا القول. كذلك في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعاهدوا القرآن، أي حافظوا على قراءته وواظبوا على تلاوته، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتًا من الإبل في عقلها. نعم، القرآن تعاهده، راجعه، لأنه يتفلت سريعًا كالإبل المعلقة، كالإبل المعقلة التي ربطت، كالإبل التي ربطت بحبل، فإذا فتح وحل هذا العقل تنفلت سريعا. نعم عباد الله، إذن هذه الأدلة وهذه الأحاديث تبين لنا مكانة وقيمة قراءة القرآن الكريم وإدامة النظر في كتاب الله عز وجل. لنأتي الآن إلى النقطة الثالثة، وهي فضل التدبر والبكاء لسماع القرآن الكريم. ربنا تبارك وتعالى يحثنا على ذلك فيقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لماذا لا يتدبرون القرآن الكريم؟ لماذا لا ينظرون في القرآن وفي آياته وهم يتدبرون، يتفكرون، يخشعون؟ نعم، كذلك ربنا تبارك وتعالى يثني على عباده فيقول: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. القرآن إذا قرئ، من علامات المؤمنين ومن صفاتهم أنهم يقرؤون كتاب الله عز وجل، ثم بعد ذلك يخرون سجدا يبكون لربهم تبارك وتعالى. أما نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فكان هديه أنه إذا قرأ القرآن يجهش بالبكاء، يكون لصدره أزير كأزير المرجل، أي القدر الذي يغلي، كما تبين لنا ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كذلك أيضا كان يسمع القرآن الكريم، نبينا يسمع القرآن الكريم من أحد صحابته الكرام، ثم بعد ذلك يستمع إليه مدة طويلة، ثم بعد ذلك تراه وهو يبكي. روى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تدرفان، أي من أجل البكاء. نعم عباد الله، أخرجه الإمام البخاري. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان هديه كذلك. الإمام النووي عليه رحمة الله شارحا لهذا الحديث يقول: البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين وشعار المصلحين. كذلك الإمام الغزالي عليه رحمة الله يقول: يستحب البكاء مع قراءة القرآن وعندها، وطريق تحصيله أن يحضر قلبه الحزن والخوف، يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد والوثائق والعهود، ثم ينظر في تقصيره، فإن لم يحضره حزن قلب فليبكي على فقدان ذلك، فإنه من أعظم المصائب، من أعظم المصائب عباد الله. وعلى كل، فالبكاء من أجل سماع القرآن الكريم ومن أجل قراءته طريق مسلوك متبع من لدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مرورا بخلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وهو دأب سلفنا الصالح، وهو دأب المصلحين والصالحين. فحري بنا عباد الله، حري بنا أن نقتدي بهم وأن نسلك سبيلهم. نقرأ القرآن، قبل ذلك نتعلم القرآن الكريم، بعد التعلم نقرأه آناء الليل وأطراف النهار، بعد ذلك أيضا إذا قرئ علينا القرآن أو قرأنا القرآن نحاول بقدر الإمكان
نحاول بقدر الإمكان أن نحضر قلبنا الخشوع، أن نحضر في قلبنا الخشوع والخوف والرهبة والتعظيم لله تبارك وتعالى. كل ذلك مما يفيدنا في أن نأخذ من القرآن الهدى الذي أنزل فيه، هدى للناس وبينات من الهدى. نعم، القرآن هدى ونور، وهذا النور لا ينال بغفلة القلب وكذلك أيضا بالترداد باللسان فقط من دون أن يعقله القلب وأن يجول فيه النظر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفاراً.